لا، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية، في هذه اللحظة الحزينة من تاريخ تونس، لا نملك إلا أن نترحم على أرواح كل شهداء تونس وعلى روح المناضل. شكري بالعيد، وبالمناسبة نقدم التعازي إلى عائلة شكري بالعيد، وإلى العائلة الفكرية والسياسية لشكري بالعيد، وإلى كل الشعب التونسي. هو اغتيال شكري بالعيد في الحقيقة ليس اغتيال شخص، مش اغتيال شخصية وطنية، هو اغتيال لتونس. هذه جريمة نكراء، جريمة بشعة، هذه تقاليد جديدة. نحن أمام مفترق خطير من تاريخ تونس المعاصرة. تونس الآن في لحظة حاسمة وخطيرة، وبالنسبة لنا هذا جريمة نكراء بشعة لابد أن نندد بها جميعا. وأنا أقول هذه محاولة في الحقيقة مش لضرب شخص، هي محاولة لتقطيع أوصال تونس. الآن الذين يقفون وراء هذه الجريمة هم الذين يقفون ضد الثورة، هم الذين يقفون ضد توحيد الشعب التونسي، هم الذين يقفون ضد الانتقال الديمقراطي. اللي يغتال شكري بالعيد اليوم يحب يضرب الديمقراطية، يحب يضرب المصلحة الوطنية، يحب يضرب الشرعية متاع المجلس الوطني التأسيسي. هذه كلها دلالات هذا الاغتيال. يعني أنا أقول، من يستفيد من هذه الجريمة؟ من المستفيد من هذه الجريمة؟ ثم اتهامات، أنا أقول نحذر اتهامات الباطلة، اتهامات باطلة ردوا بالنا. مش سهل قتل نفس بشرية. في التصور الإسلامي من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. مش سهل راهو نلقي بتهم اختيرة وكبيرة على أطراف سياسية في البلاد. هذا إيش معناه؟ هذا يراي دعوة للفتنة، ودعوة للتقاتل، ودعوة للاغتيال. هذا كله هذية، وحرق المقرات، حرق مقرات النهضة، أو حرق مقرات أخرى، أو التهجم على الرموز الوطنية في البلاد. هذه كلها من المستفيد منها؟ هل يعقل؟ أي بالعقل يا سيدي، هل يعقل لترويكا حاكمة أو لحزب حاكم أن يشيع الفوضى؟ مصلحة من خلط الأوراق اليوم؟ من يريد خلط الأوراق؟ هل ممكن حزب حاكم لشد السلطة يخلط الأوراق في البلاد؟ هل من مصلحة حزب يبحث عن الأمن والاستقرار في البلاد ويبحث عن التنمية في البلاد يقوم باغتيال؟ معقول هذا؟ هذا جنون، هذا غباء، هذا جنون. ردوا بالنا، رأوا اتهامات خطيرة اتهموا بها زعماء وأحزاب وطنية، وإحنا نحب نقول راهو ما يزاد علينا حتى عاطفة وطنية. كنا وطنيين، إحنا رانا قدمنا أكثر من 100 شهيد في عهد بن علي، قدمنا أكثر من 30,000 سجين. واللي يخاطب فيكم، أنا مقضي 17 سنة في السجن، ويوم 14 جانفي كنت أمام الداخلية أنا وعلي العرايب ونور الدين البحيري والسادة، عدد كبير من المناضلين الموجودين في هذه القاعة من المحامين والمناضلين السياسيين من كل الأحزاب السياسية. ما نزيدوش على بعضنا، كنا ساهمنا في الثورة، الناس كل ساهمت، وهذه تراكمات لنضالات شعبنا تراكمت حتى أدت إلى لحظة الغضب من 17 ديسمبر ل 14 جانفي. ردوا بالنا، ما زاد علينا حتى واحد. احنا قدمنا الشهداء والمساجين والمناضلين وعشنا حياتنا نناضل واقفين، ومات فينا من مات تحت التعذيب وفي السجون وتحت أثار السجون والتعذيب، ما زاد علينا حتى واحد. القوميين ناضلوا، واليسار ناضل، والإسلاميون كلهم ناضلوا جميعا، وكان عنا وبدون وبلا فخر نصيب الأسد في هذه النضالات. ما نزيدوش على بعضنا، ردوا بالنا. الحاجة الثانية نقول، هذا الاغتيال ما نحولوش لاغتيال الدولة والمؤسسات، اغتيال شخصية وطنية صحيح، لكن لا يتحول إلى اغتيال الدولة واغتيال الشرعية واغتيال مؤسسات الدولة. وبناء عليه أقول، شرعية الدم
لا تلغي شرعية المؤسسات وشرعية إرادة الشعب عبر الانتخابات. ردوا بالنا، راهو محاولات ضرب الشرعية، هذه دعوة للفوضى ودعوة للمجهول ودعوة لضرب إرادة الشعب. هذا المجلس اختاره الشعب، الشعب انتخب هذا المجلس. أنا نقول رانا ردوا بالنا، احنا قمنا بثورة سلمية وعملنا انتخابات ديمقراطية وشفافة، وعملنا كذلك مجلس وطني تعددي، وعملنا نحن سعونا إلى دستور توافقي. وأنا نقول اليوم نحتاج إلى جبهة نيابية للدفاع عن الشرعية وللعمل من أجل إنجاز ما انتخب إليه هذا المجلس. هذا أصل الشرعية، احنا مش مختلفين، هذا أصل الشرعية ويلزم، هذا أصل الشرعية احنا مش مختلفين. لابد لنا من جبهة نيابية تدافع عن الشرعية، تدافع عن هذا المجلس وتنجز. سيد الرئيس احنا طلبنا لابد من إنهاء هذه المرحلة الانتقالية بسرعة، لابد من إنهاء هذه المرحلة الانتقالية بسرعة، لابد من تحديد موعد لإنهاء صياغة الدستور، وتحديد موعد للهيئة العليا المستقلة لإشراف انتخابات في أقرب وقت، وهيئة القضاء المؤقتة، ولابد من تحديد موعد للانتخابات الرئيسية والتشريعية. سيد الرئيس هذه يلزمنا، لابد أن نسعى قريبا سيد الرئيس، وإحنا طلبنا بهذا ككتلة في أقرب وقت نعمل جلسة عامة يشاركوا فيها كل النواب، نتحملوا مسؤوليتنا لإنهاء هذه المرحلة الانتقالية. راهو الدعوات اللي سمعناها لإنهاء دور هذا المجلس أو التشكيك في شرعية هذا المجلس أو حل هذا المجلس، راهي دعوات ضد إرادة الشعب ودعوات لا تشيع إلا الفوضى ولا تشيع إلا التقاتل والفتن داخل تونس. تونس راهي جميلة، تونس جميلة في عيون الناس في الخارج والداخل. لابد أن نسعى جميعاً بالثورة السلمية وبالانتخابات الحرة الديمقراطية الشفافة وبهذا المجلس المتعدد وبالدستور التوافقي. رانا في لحظة نحتاج إلى تقارب، ما تشكري بالعيد، ولكن يلزم نحن نتوحد، نتوحد من أجل تونس، نخلي خلافاتنا الحزبية وأهدافنا الضيقة من أجل مصلحة تونس. اليوم هذا لابد من التقارب، من التوحد، الاقتراب في كل شيء، لابد من التوافق. شعارنا احنا في الدستور هو التوافق، فهذه فرصة باش نقترب ونتوحد ونبتعد بتونس، نجنبها الهزات الاجتماعية والسياسية والشرعية. هذه شرعية هذا المجلس هي الشرعية الأصلية وستواصل، وشكرا لكم. شكرا.